عندي ماتش رسمي جديد في الدوري، هنلعب نادي الصيد في الدقي، تعال خدكم معايا. طبعا انا كان عندي امتحان خلصت ورحت للشيف عشان نتحرك مع بعض. طبعا بقى كان مجهز سندوتش بطاطس اللي بحبه ده، اخويا يا جدعان والله اخويا. وهنا بقى كنا في الطريق رايحين نركب اتوبيس، الناس اللي بتسال احنا ماشيين كام في الدوري، قبل الماتش اللي هنلعبه ده احنا المركز الثاني. تعال شوفوا بقى احنا بقينا المركز الكام في اخر الفيديو. وهنا بقى كنا وصلنا الدقي، ودي من اكتر الاماكن اللي عجبتني الصراحه. وهنا بقى خلاص كنت غيرت وبجهز للماتش، مش عارف بقى هنا شيكو كان بيعمل ايه. وهنا بقى كنا جاهزين للمحاضره، لازم بقى نربط على كل حاجه. الجزمه النايك الجديده بقى عامله شغل جامد، وده بقى الملعب اللي احنا هنلعب عليه، ملعب واسع وجامد قوي الصراحه. وده بقى كان الجول الاول لينا، وده بقى كان الاحتفال بتاعنا. طبعا بقى هنزل لكم لقطاتي والاجوان الفيديو الجاي. الحمد لله كسبنا 5-1، والحمد لله على الاداء لعيبه رجاله. ده اخويا بقى عبد المعاف في نص الملعب، جاله شد الجسم كله ما كانش عارف يتحرك. ده الدولي بتاعنا كابتن احمد صلاح، دولي كابتن. والحمد لله كده احنا المركز الاول ب9 نقط. احلى مسا عليكم يا رجاله. بالخمسه بالخمسه.